ونتابع تداعيات ومخاطر ثوران بركان اندونيسيا وعودة السياح الصينيين العالقين في جسر بالي إلى بلادهم. وفقا لإدارة الطيران المدني في الصين، تم ولغاية الساعة 6 من مساء يوم أمس السبت، وبتنسيق وتعاون شركات الطيران الصينية والأجنبية، تم نقل 13514 سائح إلى بلادهم، إضافة لمواصلة الخطوط الجوية الإندونيسية وشركة طيران إندونيسية أخرى تشغيل رحلات يومية من بالي إلى الصين وحتى يوم غد الاثنين. يذكر أن جميع شركات الطيران الصينية والإندونيسية والأجنبية علقت رحلاتها إلى بالي، وستستأنف رحلاتها بعد استقرار أوضاع بركان غونغ المثيرة للمخاوف.